بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد انتهاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى من كتاب بدء الخلق، ابتدأ بذكر أول الخلق من البشر وهو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. وبما أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر وأبو الأنبياء، ذكر الإمام البخاري أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا، فذكر ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على شرطه رحمه الله تعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورد في أحاديث ليست قوية أن عددهم 124,000 نبي، وقال إن الذين أرسل إليهم 313 نبيا لكن هذا الحديث يعني لا يعني ليس في درجة الصحة، وإنما نحن نؤمن بجميع من أرسلهم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل، جميع من بعثهم الله تعالى من الأنبياء والرسل نؤمن بهم. ونقول إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس رسلا، وكما اصطفى الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجعل الله تعالى من الملائكة رسل وجعل من الناس رسل عليهم الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول نحن لا نعينه عددهم، لا نعين عدد الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله عز وجل أو الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، علينا أن نؤمن بهم جميعا، علينا أن نؤمن بجميع من أرسل الله تعالى. فإذا نحن حددناهم بعدد فكانوا أقل من ذلك، فكأن نحن ما آمنا بالعدد الذي ما عيناه، وإذا عيناه بعدد وكانوا أقل من ذلك فكأن آمنا بشيء لا يوجد، يعني بأنبياء غير موجودين. فلذلك نحن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا بمن ذكر لنا تفصيلا. نؤمن أن هناك أنبياء ورسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، ونؤمن بما قاله الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا الأمم عليهم الصلاة والسلام أرسل الله تعالى إليهم أنبياء وأرسل إليهم رسل لا نعرف عددهم، لكن الذين ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم ذكر لنا اسم 25 نبي، فهؤلاء الرسل 25 رسول ذكرهم الله تعالى، فهؤلاء نؤمن بهم تفصيلا، نؤمن بهم، نؤمن بهذا العدد، بهؤلاء الرسل يعني بهذا المقدار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك فنحن نؤمن به إجمالا. فأول الأنبياء وأول البشر هو سيدنا آدم. فسيدنا آدم طبعا هو نبي ورسول، نبي ورسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أولاده، إلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ثم كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ذرية آدم. نعم، فقال كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته، يعني سيذكر ما ورد في خلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، في بدء خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وسيشير إلى آيات قرآنية وردت في هذا الباب. وعليكم السلام. فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار، في سورة الرحمن
وهذا قال تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال. ما هو الصلصال؟ الطين. قال صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. إذن الصلصال ما هو الصلصال؟ الطين. الصلصال الطين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم آيات متعددة في الخلق، في خلق الإنسان، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، من طين، من تراب، من طين لازب. طيب، فمن أي شيء خلق الإنسان؟ هذه الآيات تدل على مراحل خلقه. من تراب، لأن أصل من التراب، ثم إذا خلط التراب بالماء ماذا صار؟ صار طينا. فإذا طال عليه الزمن قليلا يتغير فصار حمأ متغير. ثم بعد ذلك، بعد أن ييبس هذا الطين وبعد أن تغير ريحه يقوى وييبس فصير يابسا، فإذا نقرته فماذا يعطي؟ يعطي صوتا، فهذا الصلصال. فإذا هذه مراحل للخلق، يعني تراب ثم بعد ذلك طين ثم طين لازب ثم بعد ذلك حمأ مسنون ثم بعد ذلك صلصال كالفخار. هذه مراحل لخلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، مراحل مر بها خلق آدم عليه الصلاة والسلام. لذلك قال صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ما معنى صلصل؟ يعني صوت. إذا تضرب هكذا على الفخار يعطي صوت. نعم. ويقال منتن. صلصال يقال طين منتن، يعني الذي تغيرت رائحته، ولكن الأول أقوى لأن الحمأ هو المنتن. الحمأ عين حمئة. ما معنى عين حمئة؟ متغيرة، متغيرة الرائحة، منتنة. في سورة هذا سورة الكهف عين حمئة. في عين حمئة أجد الشمس تغرب في عين حمئة، عين متغيرة، ماء متغير. نعم. ذو القرنين. كيف سيدي؟ فلما بغلب مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني تغرب في، كأنها تغرب في عين حمئة، يعني وراء عين حمئة. ويقال منتن، يريدون به صلى كما يقال صر الباب وصرصر، يعني صلى مثل صر، نقول صر وصرصر، وصلى وصلصل، يعني بالإدغام وفك الإدغام. وصرصر كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق، عندما تغلقه أنت يصير له صرير، يصير له صوت. فكذلك الصلصال، يعني إذا أنت نقرته على الفخار يصوت، يصبح له صوت. مثل كببته، عفوا كبكبته، يعني كببته، فمرت به استمر بها الحمل فأتمته، يشير إلى الآية في سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى قبلها ماذا قال؟ فحملت حملا خفيفا مرت به فما أثقلت دعوا الله ربهما. قبل الآية ما هي؟
نعم. حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوة الله ربهما لئن أتيتنا صالحا ليكونا من الشاكرين. لكن أولها قل إني لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. والذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها. والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. من الذي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها؟ من هذه النفس الواحدة؟ يقول هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وجعل منها زوجها حواء، تمام؟ طبعا هذا ما بعده تمام. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلذلك هنا أشكلت الآية أنه كيف سيدنا آدم، هل هو الذي أشرك؟ يعني طبعا ليس، يقول ليس هو سيدنا آدم، يقول أنه هذا من ذرية آدم، يعني ذرية آدم الذي جعلوا له شركاء فيما آتاهما، ليس سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقولون أنه إما الآية أنها ليست عن سيدنا آدم أصلا، يعني ليست على، هي ليس سيدنا آدم، وإنما هو من ذرية سيدنا آدم ثم جعل له شركاء فيما آتاهما، أو أنه بعد ذلك جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني الذرية التي كانت منهما جعل له شركاء فيما آتاهما. ألا تسجد أن تسجد، يعني أنه لا زائد هنا، يعني ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني أن تسجد إذ أمرتك، يقول زائد للتوكيد هذه، يعني صلة زائد نحويا. ما في يعني حتى التعبير ما في إساءة أدب، يعني كلمة زائدة ما فيها إساءة أدب، لأن يعني نحن ما نقول زائدة، زائدة في القرآن نقول زائدة من حيث الصناعة النحوية. بلاغية ليست زائدة، نحوية زائدة لا عمل، لأنها ليس زائدة لأني ما عملت بما بعدها. يعني لم يكن لها عمل، تمام. لكن هو ليس من جهة العمل الإعرابي، إنما هو من جهة العمل المعنوي. لا أنا ليس عن هنا فقط، عن هذه ال عن لا هنا. يعني في كثير من ال. نعم لا. مثلا نقول ليس الله بأحكم الحاكم، الباء هنا عمل، لكنه زائد. إيه أنا التي الزائدة يعني في القرآن الكريم. في بعض الأحيان هي تكون زائدة ولا تعمل، مثل الباء الزائدة مثلا وهي ما جرت، كيف باء زائدة ما تجر، ليس بأحكم بغيرها، يعني في بعض الأحيان الزائدة أظن يعني لا تأثير له في المعنى، إذا هي مجرورة لفظا، أما في المحل هي ما عملت الجر، يعني نعم. بس على كل حال الجر لا يوجد في المحل، يعني أي نعم الجر فقط في اللفظ. هلا كل الزائد عندنا يعمل، كل شيء زائد يعمل؟ لا الزائد يعني لا في اللفظ، يعني الزائد لا علاقة له بالعمل، الزائد هو يعني من أصل المعنى، إذا هو عندما نأخذه من الجملة إذا لا يتغير أصل المعنى فهذا زائد، تمام. يعني لا أنا قصدي أن الناحية من الناحية النحوية،
لا يعمل مشكلة، إذا شيء يعمل يعمل، إذا شيء ليس لا يعمل لا يعمل. لأن هذا السؤال يعني إذا كان عندنا نحن دائما الزوائد من ناحية اللفظ تعمل، إذا كانت تعمل يعني. يعني إذا كان عندنا باء حرف جر زائد، إذا كان عندنا لا زائدة، هي من ناحية العمل تعمل. أنا كنت أظن لا تعمل. يعني كنت أنا أظن أنه لا لفظا ولا معنى، لكن تفيد معنى بلاغيا. نعم، للتأكيد وتأكيد المعنى وتحسين اللفظ. إذا في قولين في من هو هذا الذي، يعني هو إذا كان آدم وحواء فجعلا له شركاء فيما أتاهما، يعني كما ورد في بعض الآثار، لكن الله أعلم بصحتها، يعني أنه قال إنهما إذا ولد لكما ولد فإنه لا يعيش، أوحى إليهم يعني وسوس إليهم الشيطان حتى تسمونه بعبد الحارث، فقال سموه عبد الحارث بعد ذلك ولد وعاش، يعني بعد أن ولد عاش. أما قال عندما كان يقولون له، كان يسمون بغير هذا الاسم كان لا يعيش، قال فجعل له شركاء فيما أتاهما في الاسم، في الاسم. أما في العبادة ما أشرك في العبادة. بعضهم يقول أنه هذا القول الثاني، يقول أنه بعضهم قال أنه ليس آدم، إنه الله أعلم صحتها. يعني ما في أسانيد، لكن أسانيد فيها مشكلة يعني. نعم.
باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس إذا باب قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، من الخليفة هنا؟ مقصود آدم وذريته من بعده. طبعا خليفة، ما معنى خليفة؟ كلمة خليفة يعني معنى يخلف بعضهم بعضا، خليفة يخلف بعضهم بعضا، إذا ذهبت أمة خلفتها التي بعدها، إذا ذهب قوم خلفهم من بعدهم. لا بمعنى خليفة الله عز وجل، ليس هم خليفة الله، خليفة الله حاشا الله عز وجل يكون له خليفة، لأن متى يكون الخليفة؟ إذا ذهب الأصل يكون خليفة من بعده، خليفة خليفته، تقول سلف وخلف، هناك يكون أناس أول ثم يأتي بعدهم قوم آخرون. قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، يعني هون لما بمعنى إلا، أداة استثناء، لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، يعني ما في نفس إلا جعل الله عليه حافظا من الملائكة، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فكل نفس عليها حفظة، فإذا جاء أمر الله تخلت الحفظة فوقع ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه على هذا الإنسان. إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها إلا عليها حافظ. نعم. بعض العلماء يقرأوها بالتخفيف لما، يعني لا عليها حافظ، يعني إنه من باب التأكيد إن عليها حافظا، يعني هنا أيضا تأكيد، يعني إلا عليها حافظ، يعني كل نفس عليها حافظ، إن كل نفس إلا عليها حافظ. طبعا الملائكة كما قال له معقبات بين يديهم خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة الحفظة. نعم. كيف؟ الله أعلم. من بين يديه ومن خلفه، كم الله أعلم. نعم. قال في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما معنى في كبد؟ أي في شدة خلق، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة خلق، ما معنى شدة خلق؟ أي إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان في نصب، في تعب، من بداية خلقه إلى أن يتوفاه، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان في نصب وتعب من بداية خلقه إلى أن يتوفى أو إلى أن يصير إلى الجنة أو إلى النار، فهو في كبد، في تعب. الكبد هو النصب والتعب. هنا في شدة خلق، ما معنى في شدة خلق؟ يعني جعله الله عز وجل جعل في يعني خلقه في شدة، يعني هو دائما في شدة، دائما في تعب، دائما في يعاني. ما معنى في كبد؟ في شدة خلق، يعني في مشقة. نعم. وقال نعم ورياشا المال، وقال غيره الرياش والريش واحد وهما ظهرا من اللباس.
رياش ما معنى؟ أين أين ورد في القرآن الكريم رياش؟ ها وريشة، كانوا في قراءة ورياشا، ما معنى رياشا؟ مالا، أو رياش بمعنى الريش. وقال غيره الرياش والريش واحد، ما بقى في مشكلة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشا ورياشا، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ورياشا يعني ومالا. وريشا قيل الريش والرياش معنى واحد، وهو ما ظهر من اللباس، ما ظهر من اللباس. فإذا يكون عندنا ريش ولباس، اللباس هو ما بطن من اللباس، ما كان داخل، هذا الذي هو داخل اللباس الداخلي هذا يسمى لباس، هذا فوق ماذا يسمى؟ ريش. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فإذا إذا فسرنا الريش بأنه المال، فالأول اللباس يقصد به الظاهر والخارج، الداخلي والخارجي. أما إذا فسرنا أن الريش هو ما ظهر من اللباس، فإذا الداخل من اللباس هذا يسمى لباس، يعني داخل من الثياب يسمى لباسا، الخارج من الثياب ماذا يسمى؟ ريشا. ما تمنون، أفرأيتم ما تمنون، النطفة في أرحام النساء، النطفة في أرحام النساء هي ماذا؟ هذا تسمى مني، المني هو النطفة. أفرأيتم ما تمنون، يا ما تمنونه. وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر، النطفة في الإحليل، النطفة في الإحليل، يعني قادر ربي سبحانه وتعالى أن يرجع هذه النطفة إلى مكانها. أو إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يرجع هذا الإنسان بعد أن يفنى ويبلى فيخلق فيعيد خلقه. نعم. إما يرجع المني إلى الإحليل، يعني الرب قال سبحانه وتعالى من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه قادر. فمجاهد أعاد الضمير على الماء، رجعه رجع الماء. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه قادر. ف إذا أعدنا كلمة أعدنا الضمير في على رجعه إلى الماء وهو الأقرب، الأقرب مذكور، لأن الماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هذا كله وصف للماء، ففسره بأنه قادر على أن يعيده إلى مكانه في الإحليل. وإذا أرجعناه إلى الإنسان واضح قادر على إعادة خلقه بعد أن يموت. كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله عز وجل. كيف كل شيء شفع؟ هل السماء شفع؟ أرض سماء، ها يعني مقابلة. أما السماوات سبع، الأراضين سبع، أما أنه يعني بمعنى أن كل الله، كل ما خلقه الله تعالى جعل له زوجا آخر مقابل له إلا الله سبحانه وتعالى فهو الوتر. الله تعالى واحد لا ثاني له. فإذا كل شيء خلقه الله عز وجل له زوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، فكل ما خلقه الله له شفع، ذكر أنثى، ليل نهار، أرض سماء، شمس قمر، فكل شيء له مقابل. نعم.
في أحسن تقويم، في أحسن خلق. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن خلقة، جعله الله تعالى منتصبا يمشي على رجلين، يأكل بطريقة معينة غير ما تأكل بها بقية المخلوقات. أحسن تقويم خلقه الله تعالى، في أحسن خلقة من نسبة لبقية المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من يعني فيما جعله الله تعالى في الأرض. أحسن خلقة هي خلقة الإنسان. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلا من آمن، إلا من آمن فسيرجع إلى أسفل سافلين، والعياذ بالله تعالى، يعني سيرد إلى أسفل سافلين. طبعا المراد السافلين النار، إذا كان النار واضح، يعني إلى أسفل النار بسبب عدم إيمانه. فمن آمن لا يرد إليها، إلا من آمن فلا يرد إليها. خسر ضلال، لقد خلقنا الإنسان في خسر، قد خلقنا الإنسان في ضلال، يعني عفوا إن الإنسان لفي خسر، يعني في ضلال. ثم استثنى فقال إلا من آمن. نعم، لازم اللازم هو اللازم. ما معنى إن خلقناكم من طين لازب؟ أي من لازم. هذا تفسير سيدنا ابن عباس، فسر اللازب باللازم. اللازب ما هو؟ الملتصق بعضه إلى بعض. طين لازب ملتصق، لاصق، يلصق بعضه ببعض. طيب لازم، لازم بمعنى لازم، نفس المعنى، نفس الكلمة، نفس اللفظ، نفس المعنى، إلا أن العرب كثيرا ما تبدل الباء ميما. لازم لازم، تمام، أما المعنى واحد، يعني لازم بمعنى لاصق. يعني ننشئكم في أي خلق نشاء، وننشئكم فيما لا تعلمون. ننشئكم فيما لا تعلمون، الله تعالى قدر خلقه، كل خلق هو يخلقه سبحانه وتعالى فيما لا نعلم نحن كيف يخلق الإنسان، كيف يعاد مرة أخرى، كيف، هذا لا نعرفه. نسبح بحمدك، نقدس، نعظمك، أي قول الملائكة. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هي الكلمات؟ فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني إذن دعا بكلمات، دعا بدعوات. فأزلهما فاستزلهما، يعني ما معنى فأزلهما فاستزلهما؟ ما معنى فاستزلهما؟ يعني ساقهما إلى الزلة وهي المعصية. يتسنى، ما معنى يتسنى؟ يتغير، في سورة البقرة في حديث الرجل في طعامه، وانظر إلى طعامك لم يتسنى، لم يتغير، لم يفسد. آثن، ماء آثن، ماء آثن متغير، فيها أنهار من ماء غير آثن، ماء غير آثن. ما معنى الآثن؟ المتغير، ماء غير متغير، لأن الماء إذا طال مكثه ولبثه يتغير، فالماء الذي في الجنة لا يتغير ولو بقي. نعم. والمسنون من حمأ مسنون، المسنون المتغير. حمأ جمع حمأة،
حمأة وهو الطين المتغير. كيف؟ من حمأ مسنون. ما آسن. أما المسنون من حمأ مسنون، قال خلقته من حمأ مسنون، إذ قال ربكم إني خالق بشرا من حمأ مسنون، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال قلنا الصلصال هو عندما ييبس يكون صلصال. أصل هذا الصلصال من إيش؟ من أي شيء؟ من طين متغير. وأصل يعني هكذا المرحلة، كما قلنا مرحلة التراب، مرحلة ترابية، ثم مرحلة الطين، ثم بعد ذلك يصير حمأ مسنون يتغير، ثم صار صلصالا، ثم نفخ الله فيه من روحه. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورقة ويخصفان بعضه إلى بعض. لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، والسوآت هي كناية عن فرجهما، فجعلا يخصفان يستران هذه السوءة بورق الجنة، يعني يأخذان الورقة فيلصقان بالورقة حتى يؤلفان بينها، يؤلفان حتى يستران عورتهما سوءتهما. ومتاع إلى حين، ها هنا إلى يوم القيامة، يعني من هذا الوقت إلى يوم القيامة، من هنا إلى يوم القيامة يعني. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. حين، الحين هو اسم مبهم من أسماء الزمان، لا ليس له تعيين. قبيله جيله الذي هو منهم. من حيث لا ترونهم. من قبيل الشياطين؟ الشيطان. نعم، الجن الذين معه. إلى ما لا يحصى عدده، يعني إلى، يعني ليس مثلا شهر، سنة، سنتين، مئة سنة، إلى ما لا يحصى عدده، يعني شيء مطلق يعني. نعم، أشكلت علي مسألة أنا الحرف الزائد، لأني أنا أعرف أن الحرف الزائد لا يعمل،
يعني لا يعمل في غيره، يعني لا الجر ولا غيره يعني. لكن هذا كلام صحيح يعني، انه يعني نقول رب ضارة نافعة في اللفظ، عملت جرت، اما في المحل ما عملت يعني في المعنى. فرب ضارة نافعة يعني كثير من الاشياء الضارة فيه مبتدأ، يعني مبتدأ وخبر، يعني من حيث العمل الظاهري عملت جرت، وإن كان زائد من حيث المعنى ليست اسم مجرور فقط، إنما هي من هذا المعنى. نعم، يعني ليس جار ومجرور، هي صار مبتدأ وخبر مثلا، لكن من حيث اللفظ عملت. فأنا ما أدري من أين داخل علي هذا، أنه لا يعمل حرف الجر الزائد في اللفظ. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، يعني هي تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. إذن أن الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، يعني من ناحية الارتفاع 60 ذراعا. إذا كان على ذراعنا، ما إذا كان على ذراعه الله أعلم. إذا كان على ذراعه وكان 60 ذراع في السماء، هو يعني إذا كان هو طويل، لو تصورنا أنه طول هو طويل جدا، فإذا على ذراعه كم ذراع؟ ذراعه كم متر يكون؟ يعني 60 ذراعا بذراعه، يعني بذراع آدم، فيكون طوالا شديد الطول يعني. أما إذا كان على ذراعنا، يعني إذا نحن فسرناه ب50 ذراع، يعني بصير 30 متر. وإذا كان 70، فسرنا الذراع ب70 سنتي، فيكون أكثر من 30. في حديث الميراج يعني يكاد رأسه وصل إلى العنان، الرمال، السحاب. لكن صحيح هو؟ نعم. إذا فسر العنان، إذا فسر هنا ذراعا في السماء، يعني اللهم صل على سيدنا النبي، إذا فسرنا السماء طوله 60 ذراعا في السماء، إذا كان فسرنا السماء بالسحاب، فيكون هذا الكلام صحيح. نعم. ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك، يعني هي تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، يعني هذه الزيادة من الملائكة. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم زادنا أيضا وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، يعني على صورته الخلقية، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. القصر، يعني الناس صابهم القصر، وصابهم أيضا نقص في الجمال، نصابهم نقص
في الطول ونقص في الجمال أيضا. لم يزل الخلق ينقص، لم قال لم يقل فقط الطول ينقص، الجمال في العمر، في العمر في كل شيء. قبل الإسلام العرب كانوا يستعملون هذه الكلمة السلام عليكم؟ طبعا قبل الإسلام. وسيدنا موسى في حديث الخضر عندما سيدنا موسى لقي الخضر ماذا قال؟ قال السلام عليكم، فقاله الخضر وأن بأرضك السلام، يعني انكر عليه انه هنا هذه ارض ما بيسل لا يسلمون. السلام عليكم ورحمه الله زياده عليك. ما اذكر الحديث الخضر هل كان فيه رحمه الله، فهو المذكور انا اذكر قال السلام عليكم. السلام عليكم، فقال له الخضر وأن بأرضك السلام، هذه الارض ما فيها سلام، ما في هذه الصيغه من السلام يعني. نعم سلام، سلام عليك. هل هو قال له سلام عليك أم قال له يعني أنا يعني يعني هل هو قال له هذه الكلمة يعني أم هو قال معنى هذه الكلمة، معنى أن يعني أنا أنت لا تلقى مني أذى مثلا أو كذا، أنا سأستغفر لك ربي، أنا لا أقابلك مثلا بالأذى. الدكتور فخر الدين قباوة استخرج من هذا النص أن لغة أهل الجنة العربية، فقال لأن الملائكة في الجنة كانوا وسيدنا آدم كان في الجنة، فقال الله تعالى له هذه تحيتك وتحية ذريتك السلام عليكم ورحمة الله، فإذا هذا كلام عربي. لا يصح، لكن هو يقول دكتور فخر الدين يستوحى من هذا الحديث هذا المعنى. لكن هو الجنة بعض الناس يعني في الدنيا أو على الدنيا. كيف؟ جنة عدم عليه السلام يعني جنة بعضهم يقولون مثلا الجنة على الدنيا يعني. تمام، هي جنة في الدنيا يقولون هكذا. بعضهم يقولون جنة أين خارج يعني فوق الجنة، الجنة اللي هي التي معروفة. الجنة التي هي عندما تطلق الجنة ماذا يراد بالجنة؟ التي أعدها الله تعالى للمتقين من عباده، التي أعدها الله تعالى ووعدنا بها، هذه هي الجنة. لكن خارج الدنيا طبعا ليست في الدنيا. وإلى كيف يصح أن يقال يقول الله تعالى لهم اهبطا منها، يعني لو كان اهبطا منها كيف يهبط منها وهو في الأرض؟ إذا كان الجنة في الأرض كيف يهبط، إلى أين يهبط؟ يعني ما كان يقولون هم يقول ما كان مرتفع يعني ينزل. إذا كان حرم الله تلك الجنة على أبينا آدم، إذا هي لازم محرم علينا أيضا، فكل الجنان المرتفعة كانت لازم حرام علينا. قال تعالى ولكم في الأرض مستقر، الأرض هي كل ما كان سواء كان مرتفع أو منخفض ماذا فيه، أرض هي أرض، ولكم في الأرض، إذا هي غير الأرض، هي ليست في الأرض طبعا. ولكن ربي عز وجل قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا المؤولون مشكلة يعني. يدخلون نحن نعرف طبيعيا هم جميش فيش. لذلك قالوا لا تمكن أذنك من زائغ القلب،
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ومجامرهم الألوة مرت معنا نحن الدرس الماضي ألوة وألوة الأنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نعم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أصناف أهل الجنة كيف يدخلون الجنة على مراتب. فأول صنف أول زمرة تدخل وجوهها على صورة القمر ليلة البدر يعني إضاءة يضيء تضيء وجوه كما يضيء القمر ليلة البدر الذين يلونه بعد ذلك هكذا على أشد يعني إضاءتهم كإضاءة أشد كوكب في السماء أشد إضاءة بعد القمر يعني تشعر أن هناك نجوم إضاءتها شديدة لكن لا تضيء على الأرض هي ترى إضاءتها أما القمر ترى إضاءته يضيء له نور يعني لا يبولون هذا طبعا صفة لأهل الجنة كلهم ليس على هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء الكل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون يعني لا يبصقون ولا يمتخطون لا يتفلون لا يبصقون يعني ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب المشط الذي يمشطون به رؤوسهم الذهب ومجامرهم الألوة يمتخطون امتخاط ورشحهم المسك العرق الذي يخرج منهم يعني ليس له رائحة مثل الرائح في الدنيا رائحة العرق منتنة أما رائحة العرق في الذي يخرج يتعرقون هذا من جسدهم يكون رائحة رائحة المسك وما جامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب المجمرة الذي يوضع فيه الطيب يعني هذا هو من عود الطيب يعني إيه الرشح العرق الذي يخرج من الجسد هذا يخرج منه المسك وأزواجهم الحور العين مر معنا معنى الحور العين الحور يعني الحور العين معنى واسعة حدقة العين مع شدة بياضها وسوادها واسعة الحدقة مع شدة البياض والسواد والعرب تمتدح في الجمال سعة العين حتى أنا أرى العجائز عندنا إذا يريدون أن يمثلوا مثلا لعين فتاة أعجبتهم يقولون عينها كالبقرة عينها كعين البقرة واسعة يعني هم يمتدحون أن واسعة العين يعني جميلة إذن يعني فالحور العين يعني فالعين هي يمتدح بها أنت مثلا إذا ترى شخصين قد يكون في خلقهما متشابه أما أحدهم عينه أفضل تجد أنه جمال العين تعطي الوجه جمالا أكثر من يعني تعطي زيادة عن الآخر بخلاف العين الصغيرة لذلك اليابان
عندما والصينيون عندما ينتجون أفلام دائما تجد هو يضع لهذا اسمه عين كبيرة لأن عينهم صغيرة هم يعني فهم يحبون الأعين الكبيرة. نعم. على صورة أبيهم 60 ذراعا في السماء، يعني على خلق رجل واحد على صورة سيدنا آدم. ما معنى على خلق رجل واحد؟ على خلق الخلق ليس له، يعني معنى أنه لا تفاوت بينهم في الطول، يعني في خلقهم لا تفاوت بينهم. يعني أنت إذا بتصف بني يعني أهل الجنة كلهم صفا واحدا لا تجد تفاوت فيما بينهم. الآن نحن إذا وقفنا بجانب بعضنا نجد تفاوت، هذا طويل أقصر كذا. أما أهل الجنة خلقهم واحد على صورة رجل واحد، كأن يعني نسخ واحدة. يعني في رواية الحور حور العين على قلب رجل واحد، لا هم على قلب مو الحور العين، لا لا أزواجهم الحور العين. نعم أزواجهم يعني لا يوجد بينهم منافسة. لا لا على قلب رجل واحد، أهل الجنة على قلب رجل واحد، ليس الحور العين على قلب رجل واحد. أهل الجنة على قلب رجل واحد لا تحاسد بينهم ولا تباغض. يعني كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني في هذا في نفوسهم ما يبقى هذا الأشياء هذه التي يعادي بعضنا بها بعضا، تنافس تحاسد تباغض. طبعا أهل النار والعياذ بالله عز وجل. ورد في الحديث أنه ضرس الكافر كجبل أحد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحترم المرأة؟ يعني إيش المرأة تحترم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد، يعني لو كان المرأة ليس لها ماء كيف يشبهها ولدها؟ كيف يأتي شبهها شبه الولد لأمه أو لأخواله مثلا لو كان لم يكن لها ماء؟ فإذا الإنسان مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة. نعم إذا غلبت ماء المرأة يشبه لأمه، وإذا غلب ماء الرجل إذا على ماء المرأة ماء الرجل تلك في التذكير والتأنيث، وفي في أيضا يعني في أمرين، يعني في الشبه والتذكير والتأنيث. إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة تكون ذكر، كأنه إذا بالكثافة أو كذا الله أعلم. أما إذا سبق كان بالسرعة أو هيك فيكون الماء يكون الشبه. سيأتي معنا الحديث الآن أنه بالسبق إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له. لكن في حديث آخر أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله،
وإذا علأ ماء المرأة ماء الرجل آنثى، يعني خرج منهم أنثى. يقول الطب أنه يعني المسؤول عن الذكر والأنثى هو النطفة الرجل يعني، وليس المرأة. نعم هكذا يكون. نعم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد بن عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ ينزع ما يشبه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل، يعني قبل قليل، يعني أنا لا كنت أعلمهن أصلا. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، يعني جبريل عدو اليهود لأنه يأتي بالعذاب. نعم هكذا يقولون هم يعني. الله تعالى عدو اليهود. كل شيء عدو لهم. طبعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. بعض العلماء يفسر المغرب بالشام، لأن المدينة الشام بالنسبة للمدينة مغرب يعني يعتبرونها. أنا ما ذهبت مشرق ومغرب. نعم. قال وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، كبد حوت، فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. شو معنى بهت؟ يعني كذابين، يعني يفترون. البهتان هو أشد الكذب. الإنسان إذا سمع، إذا إنسان مثلا سمع كذبة كذبت عليه وكان هو ما يعني يدري فيها، أول ما هذا إيش اسمه يبهت، يعني يتفاجأ، ما قال هذا الكلام، أنا ما قلت هذا، ما فعلت هذا. بهتان أشد الكذب يقولون. كبد الحوت بلوكة، ما أعرف، حوت الجنة طبعا. زيادة كبد الحوت يعني الزيادة المتصلة بكبد الحوت. نعم أيه. الزائد من الكبد يقولون هذا من يعني من أنفع الأطعمة، يعني هذه زيادة كبد الحوت يعني يعني ملائم جدا للبدن يعني. الظاهر ما أعرف والله أنا. الكبد يعني العرب تطلق كل ما كان بالداخل كبد، تمام، كل ما كان في الداخل يسمونه كبد، كبد الإنسان يطلقون عليه على
على الطحال، على السوداء، على يسمونه كبد هذا الداخل يعني. لكن فما ما المراد بزيت كبد الحوت؟ الله أعلم، ما أدري يعني. هاوير بيض السمك. بيض السمك، بيض 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 السمك يفشل أو لا أو لا أطعمة يعني. ما اسمه بالعربية؟ سمير ما أعرفه. هاوير منه هو شو؟ هاوير اسمه هاوير. هاوير منه هو شو؟ يونس طبعا. يعني بابين خبيار أسود أصفر بيض سمك خبيار خبيار كافيار سمكة قال الإمام ابن حجر زيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة من الكبد الكبد قال هو العضو المعروف من كل حيوان أو هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد وهي في المطعم في غاية اللذة نعم هو هذا زيت كبد الحوت ما ذقته أنت؟ وأنا مثلك ما ذقته قال روي في غير رواية مسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا الله أعلم يعني أنا ما قرأت في هذا الشيء يعني الذي أعرفه أن
المسؤول عن تعيين الذكر والأنثى هي نطفة الرجل وليس العلاقة للأنثى، فما تأويل كيف الجمع ما أعرف. نعم نعم كذاب. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بالإسلام قبل أن تسألهم بهتوني عندك، يعني إذا قلت لهم هو أسلم ثم سألتهم عني سيكذبون علي، فأنت اسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي حتى يصدقوا في قولهم، وإلا إذا تخبرهم بإسلامي أولا ثم تسألهم سيكذبون علي. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني اختبأ في الغرفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، يعني ما مدحوه فقط، مدحوا أصله أيضا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك كما يقول نحن والعياذ بالله. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه، يعني بدأوا يشتمونه يسبونه يكذبون عليه. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ما أنتن، ما تغير، كان يبقى اللحم لا يفسد يعني. فبنو إسرائيل هم بسبب ادخارهم للحم عندما أنزل الله عليهم المن والسلوى، فأمرهم الله عز وجل ألا يدخروا، فهم بدأوا يدخرون، صاروا يدخرون من الطعام الذي ينزله الله من السماء ففسد، ومن ذاك الوقت فسد اللحم، يعني من ذاك الوقت بدأ اللحم إذا ما يتغير يفسد، وإلا لولا أنها اكتنزت اللحم خبأته لم يخنز لم ينتن. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، يعني لولا أن حواء وسوس، يعني أوحت، أو يعني لولا أن حواء سورت لآدم أن يأكل من الشجرة ويعني حرضته على الأكل من الشجرة ما خانت أنثى زوجها. ولا يعني فلا يعني أنه هي حواء خانت زوجها، معنى هي أمرته يعني كيف يعني عاونته على المعصية وحثته على أن يأكل من الشجرة، فلذلك كان هذا يعني مثابة معصية، يعني حثته على معصية، فلو كان لولا أن حواء أمرت بذلك آدم لما أنثى خانت زوجها. طبعا الخيانة ما هي الخيانة؟ يعني على خلاف طاعته وعلى خلاف أمره، لأن الحين يقصدون الخيانة ما مباشرة يقصف على الذهن الخيانة الزوجية، يعني بمعنى أنها تتآمر مع رجل آخر أو كذا، لا ليس المقصود هذه الخيانة، الخيانة عدم سماع الكلمة يعني أو مخالفة الأمر، يعني لولا أن حواء كلمة خيانة تستعمل هكذا الخيانة. طبعا الخيانة جهة النساء، لا عندنا في العرب هك يعني الآن في العامية يقول خيانة، هذا المقصود الخيانة عنده، يعني بين الأنثى بين الذكر والأنثى هذا المقصود الخيانة، يعني التآمر مع الرجل آخر أو كذا، أو هو يتعامل مع امرأة غير زوجته يسمى لها خيانة، يقول خيانة زوجية، مع الخيانة مو هيك الخيانة، يعني هو ما خان زوجته، خان الله عز وجل وعصى الله تعالى، ما عصى امرأته يعني لو كان هو يعني فعل فاحشة مع أخرى هل هو خان زوجته؟
هل عصى زوجته؟ عصى الله عز وجل. كثير من الناس يستشكلون هذه الحديث، كيف اللحن لا ينتهي؟ إيه؟ كيف هذا خيانة؟ كما أن الماء لا يفسد. يعني الماء لا يفسد، هل يفسد الماء؟ ما يفسد الماء، إذا كان دام يجري الماء لا يفسد، لا يتغير. حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء. ما معنى استوصوا بالنساء؟ أي توصوا بهن، يعني يأمرهم يحثهم على أن يتوصوا بهم خير، يتواصوا بهم خيرا. يعني استوصوا بالنساء، يعني أوصيكم، بمعنى أوصيكم بالنساء، أوصيكم بالنساء خير، أو ليوصي بعضكم بعضا في الإحسان إلى النساء. أحسنوا إلى نسائكم، إما بمعنى يعني هنا استوصوا يعني للمبالغة بالإيصاء، يعني أو اجعلوا من أنفسكم يعني ما يوصي بهذه المرأة، يعني استوصوا يعني مبالغة، أو ليوصي بعضكم بعضا بهن خيرا. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. بعض المفسرين لا يقولون هذه يعني حواء خلقت من ضلع آدم. هل يقبلون بعض المفسرين عندنا مثلا في تركيا؟ طبعا إذا يقصدون الآن صحيح هذا الكلام، لأن المعروف أنه كل إنسان، كل ذكر أو أنثى مخلوق من ماء، فليس يعني ليست كل امرأة مخلوقة من ضلع زوجة، وإلا المرأة التي ليس لا زوجة لها لازم لا ينبغي أن توجد. كانت يعني إذا كانت كل مرأة مخلوقة من ضلع زوجها، من زوجها، طيب المرأة التي ولدت وماتت وما كان لها زوج، من ضلع من خلقت؟ فالمقصود أن أمنا حواء خلقت من ضلع آدم، تمام؟ أو هذا تمثيل تشبيه يعني. لكن خصائصها الموجودة اللي عندهم مشكلة. كيف؟ خصائصها. خصائص إيش؟ خصائص اللي حواء. طبعاً. طبعاً. نعم مخصوص. عند هذه الخصائص يعني. إذا نحن فسرنا أن حواء خلقت من ضلع، فبناتها تشبهها، بناتها تشبهها. وإذا فسرنا أنه الضلع تشبيه، يعني أنها خلقت كالضلع، يعني فيها إعوجاج، ليس فيها استقامة على حال واحدة، وأعوج شيء في الضلع علاه، المراد بها لسانها، يعني فهذا تشبيه يعني. ممكن لسان والرأس، يقولون هو اللسان، يقول العلماء أنه اللسان، لأنه كل ما يكون بلاء منها من لسانها. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، فاستوصوا بالنساء. يعني أنت لا تتكلم بهذا، قولي هذا، لا تتكلم على فلان، قولي كذا، تحاول معها ما تجد إلا وكأنك لم تقل شيئا. لذلك الإنسان يصبر على امرأته، لازم الصبر. إذا ما أنت تريد أن تجعلها على طريقة واحدة واستقامة واحدة، وما تخلف في شيء وما تغير في شيء، ما تستطيع. فلذلك لابد من الصبر، تصبر على المرأة. أسمعهن هذا الكلام. تسمع طبعا، لا يرد عليه، وبعد 5 دقائق 10 دقائق تنسى يعني. نعم، أهم شيء في المرأة أن تستمع إليها ولا تقاطعها في حديثها. 40 كلمة يوميا، 40,000 كلمة. النساء تتكلمون، تتكلم كثير، عنده راحة يعني، يأخذ فرحانة يعني.
مزعجهن في الكلام. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني ثم يكون علقة مثل ذلك. مثل ذلك يعني مثل إيش؟ مثل نطفة يعني. مضغة مثل ما كانت مضغة تكون مثل ما تكون علقة تكون مضغة أيضا. من فسر مثل ذلك ب40 قال إنه يمر بمراحل 320 يوم، 40 يكون نطفة، 40 علقة، 40 مضغة. لكن وجدنا نحن من هذا ما هو في مضغة وما ما ما دخل في المرحلة الرابعة. بعض العلماء يقول هو في هذه الأحوال الأربعة، في أحوال الثلاثة، إنه في الأربعين الأولى يغلب عليه وصف النطفة، في الأربعين الثانية يغلب عليه وصف العلقة، في الأربعين الثالثة يغلب عليه وصف المضغة، تمام؟ يعني اللحم. في الأربعين الثانية الدم، في الأربعين الأولى يغلب عليه وصف النطفة. نعم. وقلنا إنه هذا بعض العلماء يقول لا، إنه المراحل الثلاث إنما تكون في الأربعين الأولى، نطفة وعلقة ومضغة. وهذا ما أثبته كثير من علماء الطب الحديث، أن هذه إنما يكون المراحل الثلاثة في الأربعين الأولى وليس في الأربعين، كل واحد في 40 يوم. نسخة الروح 120 قدر 40 ها؟ نعم. القدر يعني كتابة الآجال والأقدار والرزق وكون ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، هذه تكتب في 40. نفخ الروح في 120. لكن في 40 له حيوية. طبعا هذه حياة نباتية. حياة نباتية لا تعتبر حياة. ونحن يعني النساء تعرف إنه الولد لا يتحرك إلا بعد 4 أشهر. يعني يبدأ الحركة متى؟ بعد 4 أشهر. أما قبل ذلك ما حركة نمو، حركة النمو هذه ليس حركة الإرادية، الحركة اللا إرادية هي. إذا نفخت الروح تصير حركة هناك، يبدأ يرفس يضرب أمه ويلعب بالرياضة. نعم. قال: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا الإرسال الأول، هذا يكون في 40. فهل العلماء الذين قالوا بأن الحديث هذا حديث سيدنا عبد الله بن مسعود وحديث سيدنا حذيفة واحد، فيقولون أنه يعني هذا كله يحصل في 40، نطفة، علقة، مضغة، الكتابة، كتابة الأجل والرزق، هذا يكون كله في 40 ثم ينفخ فيه الروح بعد 120. ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام خلق مما ذكر لنا، أما الإنسان فهو مخلوق مما ذكر لنا أيضا. يعني بقية الناس غير سيدنا آدم مخلوقين من هذا الماء، من نطفة، وإن كان أصلنا نحن من التراب، أصل أبينا من التراب، إلى أن نحن هل نحن الآن مخلوقون من التراب؟ صلوات الصلاة.
حتى نقف عند الباب الذي بعده. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإن أراد أن يخلقها قال يا رب أذكر أم أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إذا هذا الحديث يبين الأطوار التي يمر بها الإنسان، نطفة، علقة، مضغة، ومسألة الكتابة، كتابة الآجال والأرزاق، لكن ما يذكر الزمن متى يكون. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، يعني أخف أهل النار عذاب إن لو كان لك كل شيء، تملك كل شيء، تعطي كل هذا الشيء وعلى أن تخلص من العذاب تفعل ذلك؟ فيقول نعم. فيقول نعم، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا أشكال عليه بعض العلماء في حديث كل مولود يولد على الفطرة، أنه كيف كل مولود يولد على الفطرة وهذا في صلب آدم أبى إلا الشرك؟ أبى في حياته قال وأنت في صلب آدم فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. يقول العلماء يعني سألتك وأنت في صلب آدم ذلك ألا تشرك بي، ثم لما وجدت أشركت، ثم لما كنت أشركت، وأنا طلبت منك ألا تشرك بي من قبل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فأخذ العهد على الذرية وهم في صلب آدم ألا يشرك به شيئا، ثم بعد ذلك منهم من كان مشركا. بعض العلماء يقول لا، ليس كل المولود يولد على الفطرة، أغلب المولودون يولدون على الفطرة، مع أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة على العموم. يعني أخصل العهد في صلب آدم ولكن الإباء في الحياة، نعم، هذا يكون ما في مشكلة يعني. كيف؟ إيه تمام، يعني قريب منه، لأنه ونحن في أصلاب آباء أصلاب سيدنا آدم، نحن في صلب سيدنا آدم، أخذ الله علينا عهد ألا نشرك به شيئا، وسألنا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ممكن يعني يكون بينهم ارتباط يعني. متعلق بالشقي أم سعيد؟ شقي أم سعيد؟ أيوة. سعيد شقي ذاك في العلم، ذاك شقي أو سعيد في علم الله، يعني شقي أو سعيد في علم الله عز وجل هو، ثم في الواقع في الكتابة هو في علم الله، أما الشقي أو سعيد بعد ذلك يحصل في الواقع يعني. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. يعني أول من قتل على وجه الأرض من هو؟ ابن آدم، وكأنه أول من شرع هذه الطريقة لإزهاق الإنسان، لموت الإنسان، وهو أنه قتل أخاه. وطبعا في رواية إسرائيلية كثيرة أنه يعني ما السبب، هل هناك اختلاف من أجل الأختين التي كانتا
مع كل واحد إخوت ويتزوجها وقرب قربان، هذا قرب زرع وهذا قرب غنم، ولأن النار يعني أن القربان الأول اللي هو الغنم تقبل والآخر ما تقبل، اللي هو الزرع لأنه كان رديء ثم هم في بقتله، ثم يعني روايات كثيرة الله أعلم صحتها. لكن الخلاصة أن ما ذكره الله في القرآن الكريم، ما قصه الله علينا، أنه اختلفوا هذين الأخوين في أمر ما، وأحدهما أراد أن يهم بقتل الآخر وقالوا أنا بدي أريد أن أقتلك، فقال له لا تقتلني، أنا كيف تقتلني يعني أنا ما فعلت شيء يعني، فقتله يعني أصر على أنه قتله، فهو ارتكب هذه الجريمة وهذا الذنب. ثم كل من يسير وراءه في هذه المعصية فعلى ذاك الرجل الأول الذي جسنا القتل عليه نصيب وعليه إثم من ذلك هذا من الإثم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا أيضا ابن آدم عليه أوزار، كل قطر الدم تراق بغير حق. نعم طبعا، سن في الإسلام سنة حسن. أنا قلت يا جماعة تعالوا نبني هنا مسجد في هذا المكان، ما في مسجد. الحارة الأخرى قالت إيه والله تعالوا نحن كمان نبني مسجد. أنا مثلا قلت نفتح هنا مركز علمي ندرس الطلاب، الآخر قال والله إيه تعالوا، وانتشرت المعاهد، انتشر الطلاب، انتشر تدريس القرآن، أنا عملت حلقة قرآن، إيه الآخر قال ونحن أنا أعمل، والآخر والآخر. هذه سنن، يعني شرع في أمر محمود فتبعه الناس على ذلك. أنا في فقراء جئت، أنا تصدقت عليه، جاء الناس تصدقوا، أنا دعوتهم. طبعا ليس يعني يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، يعني مما هو متروك لنا أصلا يعني. نعم. باب الأرواح جنود مجندة، نقف هنا. ومع أن هذا الأرواح جنود مجندة تابع لمسألة سيدنا آدم يعني. طيب نقرأ الحديث هذا ونقف. قال: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب: حدثني يحيى بن سعيد بهذا. يعني الأرواح جنود مجندة متى؟ يعني هي كانت جنود مجندة الآن هي جنود، أم كانت جنود مجندة؟ يعني الأرواح لها طبائع ولها طبائع مختلفة، لها أصناف أرواح طبعا، فما كل إنسان يلفي على من هو مثله، يعني كل إنسان يألف من هو مثله، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يقال إن الأرواح لما كانت يعني لما خلقت كانت هي تعارفت في الأزل يعني، ثم هذا التعارف سرى إلى التعارف في الدنيا. فأنت ربما تلقى رجل قل أعرفك وقال كأني أعرفك، قال هذا من التعارف الأول، أو أنه يعني الأرواح جعلت على طباع مختلفة، فإذا اتفق طبعان من طبعان إنسانين مختلفين فإنهما يتآلفان، وإذا مثلا هذا طبعه خير وهذا طبعه شر يتناكران. تمام؟ يعني تجد مثلا إنسان اثنين أول ما التقيا اتفقا، آخران مجرد ما التقيا تناكرا. ما الأمر في هذا؟ قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت امرأة من مكة إلى المدينة وكانت مزاحة تمزح كثيرا، فلما نزلت في المدينة قالت نزلت عند أخرى مزاحة أيضا، فقالت السيدة عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
يعني وعندنا مثل يقول وكل وليث على وليفه يلفي، يعني كل إنسان له ميل إلى شيء يذهب إلى من هو مثله. يعني فهل الأرواح أنه يعني هي أصلها في عندما خلقها الله عز وجل هي كانت هي متعارفة من قبل ثم تعارفت على أساس هذا التعارف، يعني في الدنيا تعارفت على أساس التعارف في القبل من في عند الخلق، أم هو تعارف آني؟ يعني الآن أنا وأنت التقينا في ميل واحد كذا تآلفنا. إذا كان نحن في ذرية في صلب آدم كنا كذلك، يعني هذا ما في مشكلة، لكن يحتاج إلى نص، يعني يحتاج يعني ما في نصوص يعني صريحة في هذا إنه الأرواح يتعارفت من قبل. يعني وأكثر يعني الأشياء في هذا إسرائيلية، يعني مأخوذ عن أهل الكتاب. يعني مثلا في الأرواح هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مثلا هل هناك ذكر لوقت هذا التعارف مكانه كذا؟ لا يوجد أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.